الصوت كويس يا ولاد ولا في حاجة؟ لا تمام يا دكتور. تمام. طيب يا ولاد، النهاردة بس محاضرة كده اكسترا، اوكي؟ يعني بكمل مع دكتور اسلام، فيلا ندخل في الموضوع على طول اهو، عشان برضو ما اطولش عليكم، انا عارف النهاردة اجازة. طيب هبدأ معاكم يا ولاد بتكملة بس بعض الاكزامبلز على الحركة في ستريت لاين. يلا هناخد مسألة يا ولاد، اللي هي بروبلم 12.21. البروبلم دي بيقول لي يا ولاد a particle starts from rest. A particle starts from rest to move vertically downward in a resistive medium such that the acceleration is given by the formula 9.8 multiplied by 1 minus k v squared, where k is a constant equals 10 to the power negative 4. طيب عايز ايه يا معلم بقى؟ بيقول لي find the following. Number 1 يا اولاد عايز يحسب حاجه اسمها ال V terminal. طب هطلب منك بعض الريكويرمنتس الثانيه، بس بعد ما نحسب ال V terminal. يعني لسه في يا اولاد في ريكوير ثاني وثالث. طيب يعني ايه يا دكتور حسين ال V terminal؟ ال V terminal يا اولاد لما يبقى جسم بيتحرك في ريزيستيف ميديوم، هي السبيد او السرعه الماكسيمم اللي ممكن يوصل لها الجسم يا اولاد في اي وسط مقاوم، وده امتى؟ لما الاكسلريشن بتاعته بتبقى زيرو. يبقى الفي تيرمينال، الفي تيرمينال يا اولاد بتحصل لما يبقى الاكسلريشن اوف ذا بارتكل ايكوال زيرو. حد تيكو هيسالني يا دكتور حسين طب ايه وجهه النظر يعني؟ ما هو انا النهارده يا اولاد طول ما عندي اكسلريشن يبقى ده معناه ان انا قادر ازود السبيد بتاعتي، لكن وانس ان انا وصلت الاكسلريشن زيرو خلاص يا دكتور كده يبقى ما عنديش الامكانيه اللي انا ازود السرعه اكتر من كده، يبقى دي اقصى سرعه ممكن اوصل لها. يبقى ببساطه شديده لما اجي في مساله اقول لك احسب الفي تيرمينال او التيرمينال سبيد، روح للمعادله بتاعت الاكسلريشن وعوض عنها في الاكسلريشن بزيرو. يعني معنى كده يا دكتور في الايكويشن دي عشان اطلع الفي تيرمينال هقول ايه؟ 0 equals 9.8 multiplied by 1 minus الk اللي هي 10 to the power negative 4 v squared. طب اكيد يا اولاد ال 9.8 عمرها يا دكتور ما هتساوي صفر، يبقى ايه اللي هيساوي صفر؟ القوس ده، يبقى 1 minus 10 to the power negative 4 v squared هي اللي بزيرو. هتحل المعادله دي هتطلع منها ال v terminal. طبعا هو انا كنت المفروض هنا يا اولاد برضو اكتب ال v terminal. ال v terminal طب ايه الفكره يا دكتور؟ الفكرة إن أنت طالما حطيت الأكسلريشن بزيرو يبقى أكيد الكورسبوندنج سبيد اللي في المعادلة تبقى الفي تيرمينال، ما تبقاش في عادية. طب هطلع من هنا الفي تيرمينال تقريبا هتطلع ب 100 متر بير سكند. طيب الريكوايرد التاني بقى، إيه رأيكم يا أولاد لو طلبت منك في المسألة دي أهو؟ قلت لك find the time and the position y for the particle when the velocity or the speed of the particle reaches to 0.1 ال V terminal. عايز ايه يا دكتور؟ عايز احسب التايم والبوزيشن اوف ذا بارتكل في اللحظه اللي هيوصل اللي هتوصل فيها سرعه الجسم لقيمه تساوي 0.1 ال V terminal. طيب تمام، انا هبدا ايه يا اولاد؟ هبدا الاول بالتايم، او الدكتور هيبدا الاول بالتايم. مش انت يا دكتور قايل ان الاكسلريشن جيفن ب 9.8 في 1 ماينس 10 تو ذا باور نيجاتيف 4 في سكويرد؟ لما تبقى عايز تايم عند فيلوستي معينه تمام، يبقى الاحسن ان انت تستخدم الفورمولا او العلاقه دي في باي دي تي. يبقى لو عوضت هنا عن الاكسلريشن دي في باي دي تي هتساوي 9.8 1 ماينس 10 تو ذا باور نيجاتيف 4 في سكويرد، وبعد كده اعمل حاجه اسمها فصل متغيرات separation for variables. يبقى في الحاله دي يا شباب هيطلع المعادله دي في مقسومه على 1 minus 10 to the power negative 4 v square هتساوي 9.8 في الدي تي. حط الليميتس بتاعتك. احط الليميتس ازاي يا دكتور؟ بص يا ابني انت وهو،
اي مساله عندك فيها تكامل رخم طالما عرفت الليميتس بتاعته، طالما عرفت حله بالكالكوليتر. الله يبارك لك، لان ده بيفرق كتير جدا جدا يا اولاد في الوقت. طب هنا انت يا دكتور بتقول لي عايز تحسب التايم، التايم امتى؟ لما سرعه الجسم تكون 0.1، 0.1 الفي تيرمينال يعني 0.1 من المية. طيب هو الجسم اوريدي بادئ من زيرو تايم، هروح للتايم اللي انا عايز احسبه، وانت الناحيه دي قايل لي ان هو ستارتس فروم ريست، يبقى من زيرو لغايه 10. اشمعنى 10 دي يا دكتور؟ اللي هي 1 من 10 من المية بس. عايز حد شاطر يا اولاد معلش جنب منه كالكوليتر كده يحل لي التكامل ده، اكتبه على الآلة على طول واحسبه لنا، والرقم اللي هيطلع اقسمه على 9.8 من 10 هتطلع التايم على طول. اهو انا عايز اجابة يا اولاد، يعني بصوا في زمن ما ياخدش 10 ثواني المفروض. اهو هكتب اهو ذن 1.02 الفي هتبقى 1.02 جدع، برافو عليك انت. عارف. هو الكلام ده بعد ما قسمت على 9.8 من 10 يا ابني؟ ايوه يا دكتور كده تمام اهو 1.02 زي الفل. هاي طيب بنفس المنطق، بنفس المنطق لو انت يا دكتور عايز البوزيشن واي، خلاص مش انت عندك الاكسلريشن فانكشن في الفي يا دكتور؟ فعلا. طب ما دي حاله فليكسبل، حاله مرنه. بمعنى ايه يعني يا دكتور؟ عايز تعوض عن الاكسلريشن دي في باي دي تي زي ما عملت من شويه، زي الفل تمام. لا عايز تعوض عنها في دي في باي دي واي على اساس ان الحركه في فيرتيكال لاين، تمام برضو اهو. يبقى فعلا هقدر اقول ان الاكسلريشن اللي انا عوضت عنها دي في باي دي تي، لا يا عم هعوض عنها في دي في باي دي واي، هتساوي 9.81 10 تو ذا باور نيجاتيف 4 في سكوير. هقدر برضو تاني يا اولاد اعمل فصل متغيرات بنفس المنطق اللي فات والله بالظبط، فهيبقى في دي في مقسومه على 1-10 to the power negative 4 في سكوير هتساوي 9.8 في دي واي. اعمل الليمتس بتاعتك من هنا لهنا، هنا برضو يا دكتور من 0 ل 10، وهنا هيبقى من 0 للواي اللي انت عايز تحسبها. ده اعتمادا على ايه يا دكتور؟ اعتمادا يا حبيبي ان انا اعتبرت الستارت بوينت بتاعتي هي الاورجن، وده من حقي بالمناسبه، يعني انا مش اخترعته، لا حقي. بس يلا يا اولاد بنفس الطريقه، مين شاطر هنا على الكالكوليتر يقول لي الواي هتطلع كام؟ 5.12 متر. عارفين انا ممكن ارخم عليكم بقى في ازاي؟ هنا يا دكتور المسألة دي بصراحة يا اولاد هتبقى رخمة لو طلبت منك العكس. لو قلت لك find the velocity of the particle when the particle reaches to the position مثلا y بتساوي مثلا 10 متر. عارفين هنا يا اولاد فاهمين الرخامة هتبقى في ايه ولا لا؟ هنحط حدود التكامل بتاعت الواي من 0 ل 10، ونحط الفي نعملها اللي هي نورمال 1 على 2 0.02، وهنطلع لين يعني لين المقام. هتطلع الله يفتح عليك جدع، يعني هتحلها برضو ما شاء الله انتوا شطار في التكامل. طب في ناس تانية بقى، بص الواد اللي رد جدع يا ابني والله، اسمك ايه؟ اسم احمد فرغلة. جدع يا احمد، بصوا هنا يا اولاد احمد حلها تكامل عادي جدا. طب افرض بقى جالك تكامل يا احمد بكلكع شويه، يعني لو جالك تكامل ارخم من كده شويه اوكي، والليميتس انت مش عارفها. تخيلوا يا اولاد، طبعا انت عارفين احنا بتوع هندسه ما بنغلبش، ان انت برضو ممكن تحلها على الكالكوليتور بس بالترايل اند ايرور. يعني هنا انا عارف يا اولاد ان التكامل ده سهل ويتحل بفكره لين اللي تحت، لين المقام، صح. طب لو جالي يا دكتور مثلا، انا بفترض لو جالي تكامل لا رخم وانا بقى في امتحان وقلقان ومش عارف احل والليميتس هنا مش عارفها، فتخيل انا ممكن اعمل ايه؟ خلاص انت يا ابني هنا مثلا الرقم كام من زيرو، قلت لك الواي ب 10 صح، فتيجي قايل هنا ده هيطلع مثلا يا دكتور 9.8 من 10 في 10 يبقى تساوي 98. ايه بقى فكره يا دكتور حسين الترايل اند ايرور اللي انت بتقول عليها دي؟ ان انت تقعد هنا تدخل ليميتس يا اولاد وتشوف انهي رقم اللي هيحقق ال 98. ده بس خدوا بالكم الكلام ده في حاله ايه؟ لو قابلك هنا تكامل رخم، لكن لو التكامل يعني اكسبتد تمام. وممكن كلكم تردوا علينا تردوا عليا على فكره في صوت واحد، يا دكتور حسين ما تريحونا وتريحوا نفسكم وخلاص، وهاتوا لنا يعني الريكوايرد يبقى فيه الليمتس معروفه، ساعتها طبعا هتبقى اكيد اسهل. لكن انا بقول لك فرضا لو ده حصل يعني.
طيب يلا اولاد ناخد مسألة كمان. دكتور معلش، الترمينال فيلوسيتي شروطها انها الاكسلريشن بزيرو صح؟ اه طبعا المفروض انها بتحصل عند تايمز تايم تندس تو انفينيتي وديستانس واي تندس تو انفينيتي، بس الاقرب والاشهر انها بتحصل عند زيرو اكسلريشن. عارف هي فكرتها ايه يا ابني؟ عارف فكرتها ايه؟ انت لما يبقى عندك جسم بيتحرك في وسط مقاوم لتحت، المفروض يعني اللي احنا هنقوله لكم بس في الكاينيتكس ان شاء الله، انه بيتحرك تحت تاثير وزنه وده قيمه ثابته، وبيبقى عكس اتجاه الحركه بتاعته حاجه اسمها المقاومه بتاعه الوسط، الريزيستنس اللي هي الريزيستنس اوف ذا ميديوم، ودايما الريزيستنس دي بتبقى بروبورشنال وذ ذا فيلوسيتي، بتتناسب مع السرعه. فطول ما انت نازل سرعتك بتزيد، مقاومه الهواء اللي عليك بتزيد، في حين ان الوزن ثابت ما بيتغيرش. تنزل كمان شويه، ركز معايا، تلاقي المقاومه بتزيد اكتر والوزن ثابت، لغايه لما تيجي لحظه، تلاقي الاثنين التو فورسز بقوا ايكوال تو ايتش اذر. فلما تيجي تقول سيجما الفورسز اون ذا بودي ايكوال زيرو، ده معناه ان الاكسلريشن الناحيه الثانيه هتبقى بزيرو. طب بعد كده خلاص ما بقاش فيه العنصر اللي يزود سرعتك اكتر من كده، خلاص انت وصلت اللحظه ان بقى فيها الاكسلريشن ايكوال زيرو خلاص. فلو انت مثلا كنت نازل لتحت ولسه ما وصلتش للارض، انا هفترض كده يعني لسه ما وصلتش للارض، فالمفروض ان انت بتكمل بقى بالسرعه اللي انت وصلت لها ديت بيونيفورم فيلوسيتي او يونيفورم سبيد خلاص، لان سرعتك مش هتزيد بعد كده. طب معنى كده يا دكتور ان انا لو جسم رميته لفوق عمر ما الاكسلريشن هتبقى بزيرو؟ برافو عليك، من عشان كده التيرمينال سبيد ما بتحصلش في الابورد موشن، هي بتحصل فقط في الداون وورد موشن. تمام صح. شكرا لك. العفو حبيبي. ناخد بعد كده اولاد مساله 12.34. بيقول لي اروكت صاروخ يا اولاد is fired vertically upward from the surface of the earth which has a radius r with an initial velocity v naught. The rocket moves vertically upward, يا ولاد, with an acceleration given by the formula negative gr squared divided by y squared. Such that, the distance y is the distance between the rocket at any instant and the center of the earth. Not the surface, لا. الdistance y, يا ولاد, اللي في الإيكويشن دي الديستانس ما بين الصاروخ في اي لحظه ومركز الارض، مش سطح الارض. طيب تمام، عايز ايه يا دكتور؟ عايز احسب حاجه اسمها، بيقول لي فايند نمره واحد، حاجه اسمها الاسكيب فيلوسيتي. الاسكيب فيلوسيتي. طيب في ريكويرمنتس ثانيه برضه اولاد هطلبها في المساله، بس الاول طلع لي الاسكيب فيلوسيتي. ايه يا دكتور الاسكيب فيلوسيتي دي؟ انا عايز يا اولاد السرعه اللي اضمن بيها ان انا ارمي الصاروخ دوت اوكي ما يحصلوش ريتيرنينج باك ويرجع لي تاني لسطح الارض. يعني عايز ابقى ضامن تماما ومتاكد ان مفيش اي احتماليه انه يرجع لي تاني لسطح الارض. طيب خلاص تمام، هنا دكتور انت مديني الاكسلريشن مش كونستانت، واضح انها فانكشن في متغير اللي هو الواي، وطبعا مفيش تايم، يبقى هضطر اعمل ايه بقى؟ بعد اذنك يا دكتور انا هستخدم التعويض ان الاكسلريشن في دي في باي دي واي هتساوي نيجاتيف جي ار سكويرد اوفر واي سكويرد. وبعدين كالمعتاد يا اولاد، هو ايه اللي كالمعتاد يا دكتور؟ اعمل سيباريشن فور فاريبلز، فصل للمتغيرات، فتطلع المعادله على الصوره دي، في دي في هتساوي نيجاتيف جي ار سكويرد في دي واي ديفايدد باي واي سكويرد، اعمل تكامل للطرفين. طيب انت يا دكتور عايز تحسب الاسكيب فيلوسيتي او في طبعا احتمال ان انا احط ليميتس يا اولاد محدده، او المره دي بعد اذنكم انا عايز اطلع معادله احل بيها اي حاجه، فهستاذنكم المره دي بس يا اولاد بشكل استثنائي ان انا احط الابر ليميتس جنرال فاليوز، يعني هنا اي في وهنا اي واي. طب وتحت انت بادئ من سطح الارض يا دكتور، يعني ايه يا ابني من سطح الارض؟ يعني بادئ بمسافه واي تساوي الراديوس، مش بادئ من زيرو واي، انت مش بادئ من مركز الارض، لا انا بادئ من فوق من سطح الارض، يعني كان على بعد من المركز ار. طب وبادئ بسرعه ايه اللي حضرتك مسميها الفي نوت؟
طيب تمام، اعمل تكامل للطرفين، ال في دي في هتبقى في سكويرد على الاثنين، والليميتس من في نوت لفي. طب تكامل يا اولاد دي واي على واي سكويرد، هي المفروض نيجاتيف 1 اوفر واي. النيجاتيف اللي هتطلع من التكامل ده مع النيجاتيف اللي بره هتروح، يبقى جي ار سكويرد في 1 على واي، بس طبعا الليميتس من ار الى واي. طيب عوض يا ابني انت وهو بحدود التكامل ديت، وودي الاثنين الناحيه الثانيه، الاثنين اللي هي في الليفت هاند سايد دي، فهيبقى عندك هنا مره في سكويرد ماينس في نوت سكويرد. طب والناحيه الثانيه الاثنين دي هتروح لها، يبقى 2 جي ار سكويرد ملتبلاي باي، عوض بالليميتس هيبقى 1 على واي ماينس 1 على ار. بس كده يا اولاد، شكرا. هو ايه اللي شكرا يا دكتور؟ يا اولاد المسار اللي من النوع ده، المعادله اللي قدامكم دي، المعادله دي هي اللي هتحل لك اي ريكوايرد انت عايزه. قصدك يا دكتور حسين؟ مش فاهمين يعني. قصدك يا دكتور يعني تخيلوا البدايه اللي انا ابتديتها دي يا اولاد زي الفل، انت بقى وانت بتحل في البيت وانت بتذاكر في الامتحان مثلا مش محتاج تبدا البدايه دي. ايه ده بتتكلم جد؟ والله يا دكتور قوي حياه ربنا، ممكن تبدا من المعادله دي على طول اللي انا مبروزها دي. يلا بقى. خد نفس. يلا ايه اول مطلوب يا دكتور؟ اهو نمره واحد، عايز الفي اسكيب سرعه الهروب. طيب ما هو سرعه الهروب دي يا اولاد هي الانيشال فيلوسيتي الفي نوت اللي تخرج للجسم من مجال الجاذبيه خالص، تبعده تماما. طيب انا في مره في المحاضره يا اولاد اللي هي كانت في الترم اللي فات، طلبة قعدت اختلفت معايا، ويا دكتور لا اصل مجال الجاذبية بيبقى على بعد معين، واصل المسافة بينه وبين القمر يا حبيب قلبي دايما احنا في الهندسة يقولك ايه، خليك ضامن ومتأكد. فانت عايز تعمل ايه؟ انت عايز تتخلص منه تماما، خلاص وديه لابعد مسافة ممكنة اللي هي ايه، انفينيتي. فده معناه يا اولاد الاسكيب فيلوسيتي هي اللي هتخلي الواي تندس تو انفينيتي. وفي الحالة دي اكيد يا اولاد في قاعدة كده حتى باللغة العربية يقولك ايه، اي ساكن اي اسف اي متحرك، اي متحرك سرعته بتقل مصيره النهائي اكيد ايه، السكون. يعني اكيد يا دكتور هيوصل في الاخر ان سرعته هتبقى صفر. يبقى بالراحه كده يا دكتور لو انا عايز من المعادله دي اطلع الاسكيب فيلوسيتي او سرعه الهروب اللي حضرتك عايزها، ابدا هتحط الفي في النهايه صفر وتحط الواي بانفينيتي، بس كده ببساطه شديده. طب يعني بالظبط تيجي نعوض يا اولاد، يلا اهو هيبقى زيرو سكوير ماينس الفي نوت اللي هي الاسكيب اللي الدكتور عايزها، هتساوي 2 جي ار سكويرد في 1 على انفينيتي ماينس 1 على ار. هتحلوا يا اولاد المعادله طبعا عارفين انتوا شطار، 1 اوفر انفينيتي اللي هي كام؟ 0. بس حلوا المعادله دي، هتطلعوا في الاخر يا اولاد الفي سكيب سكويرد هتطلع 2 جي ار، اوكي؟ فخد الروت يبقى الفي سكيب هتطلع روت 2 جي ار. بس كده يا ولاد من غير كلام كتير يعني. معلش يا دكتور ممكن سؤال؟ اتفضل. يعني الفي سكيب لما يطلب مني الفي سكيب في اي مساله بقعد على طول عليه، يعني بحط الايكويشن اللي حضرتك بروزتها لي وبعد كده اقعد ان الواي بانفينيتي والفي بزيرو على طول في اي مساله، صح كده ولا عليك. في مساله بتاعت لا ده انت خد، لا ده انت خد كمان، خد الاتقل بقى ده، انت خلاص دلوقتي انت عرفت ان الفي سكيب خلاص دي سيتل، ده عندك على فكره في دماغك ان هي روت 2 جي ار. لو انا جيت في مساله قلت لك ايه، تخيل بقى خد بالك ده عليك لو انا جيت في مساله قلت لك ايه، a rocket is fired vertically with an initial velocity equals half of the escape velocity، خلاص يبقى انت ساعتها اللي انا هكتبه ده ولادي يعني اهو، يبقى ساعتها الدكتور يقصد ان الفي نوت ايكوالز هاف روت 2 جي ار. يعني حضرتك تقصد يا دكتور ان انت مش هتديها لنا بالرموز كده، وارد. لا لو قلت لك 1 اوفر 3 1/3 الاسكيب فيلوسيتي، فانت تقول 1 على 3 في روت 2 جي ار، يعني خلاص هي بقت سيتلد. بس خلاص. ولو قال لي يا دكتور بقى ان هو بدا من على سطح الارض مش من مركز الارض كده، الارض دي هتتشال؟ بدأ من، طب ما هو كده بيبدأ من على سطح الأرض أصلاً. أنا قصدي إن الواي ما تبقاش بتقاس من المركز لحد ما لا نهاية، الأرض تتقاس من سطح الأرض. ما كده يا حبيب قلبي طالما الموضوع داخل فيه ما لا نهاية هتفرق الأرض في حاجة؟ يعني بالله عليك، يعني أنت لو قلت
5 بلس انفينيتي، لو خليتها 10 بلس انفينيتي هتفرق حاجه معاك؟ يعني في بيتها. لا يا حبيبي ولا همك، لا لا مفيش حاجه. طيب ايه رايك يا اولاد؟ ريكوايرد تاني، مطلوب تاني. معلش انا سالت سؤال، قولي. هو انا مش فاهمه برضه، هي هتبقى الفي بزيرو ليه؟ انا فاهمه انها الواي بانفينيتي، بس مش فاهمه ليه الفي بزيرو. طب خلاص عندي فكره حلوه، الفي تتوقعي انت هتبقى بكام يا جماعه؟ انا حاجه رميتها، مش الصاروخ بيتحرك يا بنتي بديسيلريشن بدليل الاشاره النيجاتيف اللي انا مديها لك؟ ايوه انا فاهمه، هي لما تقف عند الفي بزيرو ايه اللي هيحصل؟ ما كده طبيعي هينزل تاني يا بنتي. ما لا الله يفتح عليكي، حلو الكلام ده بقى. حته يا بنتي شرط انه يعمل ريتيرنينج باك، ان تبقى الفي بزيرو، بس الاكسلريشن في اللحظه دي مش بزيرو، يعني في العنصر اللي يزود سرعته تاني. لكن لا، لما هو هيوصل لانفينيتي هيبقوا الاثنين بزيرو، الفيلوسيتي والاكسلريشن. ايه الفرق يا بنتي؟ تخيلي معايا، معلش يا المحاضره اونلاين، ايه الفرق دلوقتي لو انت قاعده رميتي القلم اللي قدامك لفوق وبعدين هتشقطيه، ايه اللي هيحصل؟ اه يا دكتور طلع فوق لاعلى نقطه، بس كمنه كان عنده اكسلريشن فقدر يرجع لي تاني، قدر ينزل ويرجع. أيوة. طب لو انا نفس القلم ده رميته قدامي على الارض، ايه اللي بيحصل يا بنتي؟ ابدا يا دكتور، هيتحرك شويه وهيقف. الله، طب ما رجعلكيش تاني ليه؟ لان في اللحظه اللي القلم وقف فيها كانت سرعته بصفر، وفي نفس الوقت كمان الاكسلريشن بصفر. هنا بقى الكلام ده في حاله الصاروخ هينطبق عليه. ليه؟ اطلع لي المعادله فوق، في اللحظه اللي هيبقى فيها الفي بزيرو، انت قلت الكلام ده بيحصل فين؟ عند واي بي انفينيتي، يبقى الاكسلريشن. أيوة. كمان بص يا بنتي هنا برضو الاكسلريشن هتبقى بزيرو، فطالما الاثنين الفي بزيرو والاي بزيرو، شكرا خلاص كده متشكرين يا جماعه، مش هيرجع تاني بقى. ايوه فهمت خلاص، شكرا يا دكتور. العافيه يا بنتي. طب يلا سؤال تاني يا اولاد، قول يا دكتور ايه السؤال. طب لو انا قلت لك مثلا اف الفي نوت مثلا بي هاف الاسكيب فيلوسيتي، طبعا هنا يا اولاد اي سرعه اقل من الاسكيب فيلوسيتي معناها انه مش هيوصل بقى الملا نهايه، لا ده هيوصل لمعدة معين زي ما زميلتكم بتقولوا هيرجع تاني اهو. هقول لك ايه بقى، فايند ذا ماكسيمم هايت اباف ذا سيرفيس، عايز اقصى ارتفاع يا اولاد ممكن يوصل له الجسم فوق سطح الارض. لو بدا بالسرعه دي اقول له يا باشا تؤمر. هستاذنكم يا اولاد معلش هكتب المعادله تاني اهي، ولا يهمك يا دكتور، في ماينس في نوت سكويرد ايكوالز 2 جي ار سكويرد في 1 على واي ماينس 1 على ار. طيب حضرتك بتقول ماكسيمم هايت، خلاص يبقى الفي دي اكيد هتبقى صفر، ماينس الفي نوت ديت المره دي يا دكتور سكويرد، لما تربع الكلام ده الجذر هيروح ويبقى هنا 4، فتطلع في الاخر نص جي ار، هتطلع كده، هيبقى اولاد 2 على 4. متخيلين ولا لا؟ انا كده صح ولا غلط؟ كده مظبوط يا اولاد؟ لا صح يا دكتور، 2 هتخرج على 4 طيب. على 4 4 يبقى ما هتبقى 2 اوفر 4، يعني تبقى 2 جي ار سكويرد في 1 على واي اللي انا عايزها اللي هي 1 على واي ماكسيمم يعني ماينس 1 على الار. لا انا اسف، هي ديت ماشي هسميها واي ماكسيمم وخلاص، مش مشكله. طيب يبقى نيجاتيف هاف جي ار هتساوي 2 جي ار سكويرد اوفر واي ماكسيمم ماينس، دخل هيبقى نيجاتيف 2 جي ار. ازاي يا دكتور؟ ما هي 2 جي ار سكويرد لما تتضرب يا اولاد في 1 على ار، الار هتروح مع التربيع. طب الترم ده بالنيجاتيف وديه الناحيه الثانيه بالبوزيتيف، هيبقى عندك 2 ناقص نص يعني تطلع 3 على 2، يبقى 3 على 2 جي ار هتساوي 2 جي ار سكويرد على واي ماكسيم، كنسل الجي مع الجي والار مع التربيع، يبقى الواي ماكسيم هتطلع بكام يا شباب؟ الواي ماكسيم هنا اعتقد هتطلع 4 على 3 ار، بس كده هي دي الاجابه. ايه رايكم يا اولاد في الاجابه دي؟ ممكن يعني سؤال لك... ناقصه ار، هي مش كده ناقصه ار؟ جدع يا ابني الله يفتح عليك، الله يفتح عليك يا دكتور. الواي ديت اللي في المعادله، الواي اللي حضرتك مطلعها دي المسافه بتاعت اقصى ارتفاع مقاسه من السنتر،
وحضرتك في السؤال، حضرتك في السؤال الحته دي مهمه يا اولاد، الحته دي مهمه لان انتوا امتحاناتكم ام سي كيو، انا ممكن اجيب لك الاجابتين. لا حضرتك في السؤال عايز الماكسيمم هايت above the center ولا above the surface؟ لو above the surface يبقى اهو اهو حضرتك طلعت دلوقتي الواي اهي، الواي ماكسيمم دي اهي مفروض من هنا دي كده 4 على 3 ار. طب ما المسافه دي ار، يبقى ديت بقى الفرق، دي هتبقى 4 على 3 ار ماينس ار. يبقى الاجابه اللي حضرتك عايزها، الاجابه اللي حضرتك عايزها اللي هي المسافه فوق سطح الارض هسميها ايه مثلا؟ واي داش، واي داش ماكسيمم دي اللي الدكتور عايزها، هتساوي الواي ماكسيمم ماينس ار، يبقى 4 على 3 ار ماينس ار تطلع 1 اوفر 3 ار وهكذا. خلاص يا ولاد؟ طيب يا دكتور حسين، هو حضرتك ممكن تطلب مننا في الجزء ده اي سؤال؟ اه عادي، تحله برضه بالقانون v squared minus v not squared equals مش عارف اللي انتوا عارفينه ده، بس شوف هو عايز ايه وهكذا. يعني انا ممكن مثلا اقول لك ايه مثلا سؤال لو قلت لك if the rocket is fired vertically مثلا with an initial velocity v not كذا ماشي، find its velocity when it reaches to the height مثلا 2R above the surface. يعني مثلا يا اولاد اهو مطلوب الثالث، انا هقعد اقوله ليه؟ ما تيجي نقوله. طب لو هو بدا فعلا يا اولاد ب v not equals root 2 gr نفسها، يقول لك بقى find ال v هتساوي كام؟ سرعته هتبقى كام؟ when it at 2R from the surface. كل حاجة تفضل زي ما هي ما عدا الواي، هزود على 2R، R كمان تبقى 3R وعوض عن الواي. بس كده برافو عليك اهو، يعني معلش يا ابني بسرعة اهو، المعادلة هي يا دكتور V squared minus V not squared equals 2GR squared في 1 على Y minus 1 على R. مش كده؟ اه يا دكتور. طيب انت عايز تحسب الـ V والفي نوت هتبقى 2 جي ار، ما انت بادئ بتقول بالاسكيب فيلوسيتي نفسها هتبقى 2 جي ار سكويرد. هو دكتور انت عايز سرعته دي امتى؟ لما يبقى على ارتفاع 2 ار من سطح الارض، اه يبقى 1 على 3 ار لان الواي دي اللي هي من السنتر ماينس 1 على ار. بس يا اولاد هو ايه اللي بس؟ خلاص معادله يا اولاد في انون واحد بس اللي هو الفي. شوف حل المعادله دي هيطلع لك في سكويرد، بعد كده خد الروت هتطلع الفي بس. خلاص تمام. دكتور عندي سؤال معلش. اتفضل. هو البي نوت حضرتك مش انت اللي هو جاز 2 جي ار ده اللي هو اللي اصلا عنده الفي هيبقى بزيرو في الاخر عند، فاحنا بنحسبه برضه؟ لا ولا سكيب اصلا. الله يفتح عليك، هيبقى بزيرو فين يا حبيبي؟ عند واي بانفينيتي، لكن وهو لسه ماشي. طالع وهو لسه طالع يعني على بعد معين من الارض هيبقى ليه لسه سرعه، فانا بقول لك بقى احسب لي سرعته قبل ما يوصل لانفينيتي فوق، ما تقلقش. يعني انا بحسب الكلام ده بدري تمام. شكرا. انت كلامك صح حبيبي، الفي ديت دي هتبقى بزيرو لما تحط الرقم ده بانفينيتي، لكن لو انت حاطط الرقم ده او الواي باي قيمه غير الانفينيتي لا هيبقى لسه ليه سرعه. دكتور معلش، القانون دوت بحسب الواي من السنتر ايه؟ في القانون اللي هو بتاع الاسكيب فيلوسيتي بحسب الواي من عند السنتر. هي الواي على طول من السنتر. طيب ليه في السؤال اللي فات زودت على الواي ماكسيمم ار؟ لان كان السؤال، هو كان السؤال كده، ما انا دايما بقول لك اقرا السؤال صح. هو قال لك ايه؟ find the maximum height of the rocket from the surface. فانت حليت الواي اللي طلعت لك هي مسافه متقاسه من السنتر، وهو الراجل في السؤال عايزها منين؟ من السيرفس، يبقى لازم تشيل منها ار. اشيل منها ار؟ مش هزود عليها ار. لا يا حبيبي، لا انت اللي انت طلعته في السؤال المسافه الكبيره، يعني انا حتى رسمتها لك ووضحتها لك اهو. بص يا حبيبي، انت عندك دلوقتي السيروك وصل زيرو فيلوستي، حلو كده؟ طيب اهو الشاشه مش واضحه بس يا دكتور. والله الشاشه مش واضحه. طيب معلش ايه الاخبار كده؟ اه كذا. تمام. بص يا حبيبي، انت طلعت الواي ماكسيمم دي اهي،
هي دي الواي ماكسيمم اللي انت طلعتها، متقسم منين يا دكتور من السنتر؟ طلعت معاك كام؟ 4 على 3 ار. طب سؤال الدكتور عايز دي بقى، انا عايز دي، شيل منها ار، يبقى زود عليها ار ولا شيل منها ار؟ شيل منها ار بس كده. تمام. طيب يا اولاد يلا ندخل بقى على موضوع جديد، الا وهو الكيرف لينير موش. الكيرف لينير موش، كل اللي احنا شرحناه لكم يا اولاد واللي الدكتور اسلام شرحه لكم المحاضرات اللي فاتت واللي انا كنت بكمل عليه ده، ده كان كايناماتكس يا اولاد في ستريت لاين، يعني انت بتوصف حركه في ستريت لاين. طب ماذا لو يا دكتور ابتدينا دلوقتي عايزين نوصف الحركه على كيرف؟ مبدئيا يا اولاد لازم تعرفوا ان احنا في عندنا 3 different methods used to describe the motion on a curve. اول طريقه فيهم يا اولاد اللي احنا بنسميها الريكتانجولار coordinates method. في طريقه ثانيه اللي هي التانجنت اند النورمال ميثود، وفي طريقه ثالثه اللي هي البولار ميثود. البولار ميثود، طيب تعالوا نبدأ يا أولاد بالفيرست ميثود على طول اهو. الفيرست ميثود اللي هي اسمها ايه؟ الريكتانجولار كوردينيتس ميثود. طيب دكتور في الطريقة دي انت هتشتغل ايه البارامترز اللي انت هتستخدمها في وصف الحركه او الفاريابلز بتاعتك؟ والله يا ابني انا هشتغل بفاريابلز اكس وواي اند زد. طب لو الحركه يا دكتور في البلين هيبقى اكس وواي بس مش هيبقى فيه زد. طيب دكتور ايه هي اليونت فيكتورز بتاعتك اللي هتستخدمها في الطريقه دي؟ اليونت فيكتورز هتبقى اي كاب وجي كاب اند كي كاب. وبنفس المنطق برضو يا اولاد لو الحركه في البلين، في البلين هكتفي بس باليونت فيكتورز اي وجي. طبعا هنا يا اولاد في سؤال بيتسال ومن حقكم كلكم تسالوه، وحتى لو ما سالتوش يا عم انا اقوله، دكتور هو ايه موضوع اليونت فيكتورز وايه دوره؟ حبيبي انت عشان توصف حركه اي جسم في 4 عناصر اساسيه لازم بتقولها، اللي هم الباث او المسار والبوزيشن او المكان، الفيلوسيتي، الاكسلريشن. لك ان تتخيل حضرتك انت وهو ان في 3 من الاربعه المهمين دول اللي انت بتستخدمهم في وصف الحركه في 3 منهم فيكتورز. وطبعا عشان تكتب اي فيكتور بتكتبه بدلاله مركباته، الكومبوننتس بتاعته. فانا في الطريقه دي هشتغل بالكومبوننتس اللي في اتجاه الاكس وفي اتجاه الواي. طب تمام يا دكتور، ابدا اوصف الحركه يا دكتور بالطريقه دي. اول عنصر عندنا في وصف الحركه الباث او المسار. طب ده بعرفه ازاي يا دكتور؟ بيتعرف من حاجه اسمها الباث ايكويشن، اللي هي بتبقى ايه يا اولاد؟ بتبقى واي از ا فانكشن اوف اكس. طب احنا ناس بتوع داينامكس، لو انا جبت لك مثلا الاكس بتتغير بالمعادله اكس ايكوالز 4 تي، والواي كمان بتتغير نتيجه حركه الجسم بالمعادله تي سكويرد بلس 5، وسالتك من المعادلتين دول قول لي الباث ايكويشن اوف ذا بارتكل، هتعمل ايه؟ هحاول يا دكتور من المعادلتين دول اعمل eliminating فور ذا بارامتر تي. فهعمل ايه؟ هروح للمعادله فيهم الاسهل اللي هي دي. والله يا دكتور هنا عشان اجيب الباث ايكويشن هروح للمعادله دي اقول التي هتساوي اكس اوفر 4. حلو قوي، خد القيمه دي بتاعت التي وعوض بيها في الواي، يبقى الواي هتطلع ايه؟ تي سكويرد، يعني هتبقى اكس اوفر 4 الكل سكويرد بلس 5. بس كده. ايه ده يا دكتور هو الموضوع بسيط قوي؟ اه والله بسيط. يعني هي كل الفكره يا اولاد ان احنا ناس بتوع داينامكس، فغالبا غالبا انا بدي لك الاكس والواي فانكشن في التايم. انت بقى لما يطلب منك الباث ايكويشن يبقى كل دورك ازاي تعمل eliminating فور ذا بارامتر تي، ازاي تحذف البارامتر بتاعك اللي هو التي. بس ادي كل القصه يعني. طيب تعالوا ناخد اكزامبل تاني وقولوا لي ازاي اطلع الباث ايكويشن. ايه رايكم مثلا لو قلت لك الاكس ايكوالز 3 كوساين تي والواي ايكوالز 4 ساين تي،
واجي اقول لك هنا find the path equation. انت يا دكتور عايز تحذف البارامتر تي مش كده؟ في قدامك طريقتين. الطريقه الاولى هي بتبتدي ترسم الترانجلز. يعني ايه؟ يعني انا عندي هنا كوزاين تي هتساوي اكس اوفر 3 اهي، يبقى دي تي مثلا الكوزاين بتاعتها اكس على 3، يبقى دي اكس ودي 3، يبقى ده روت ايه يا اولاد؟ روت ده تربيع ناقص ده تربيع يبقى 9 ناقص اكس تربيع. طب من الترانجل ده يا اولاد مين شاطر يقول لي الساين هتبقى ايه؟ يبقى ساين تبقى جذر 9 واي على 4. الله يفتح عليك. الساين يا دكتور حسين من المعادله الاصليه اللي انت مدهاني جيفن هي واي على 4، وفي نفس الوقت من المثلث هتساوي روت 9 ماينس اكس سكوير على 3، صح كده؟ طيب بتربيع الطرفين، ربع دكتور الطرفين انت هتخوفنا، ماشي. يبقى واي سكوير على 16 هتساوي 9 ماينس اكس سكوير على 9. طب وزعها يبقى عندك اهي، يبقى واي سكوير اوفر 16 ايكوالز 9 على 9 ب 1 ماينس اكس سكوير اوفر 9 بس. ممكن تودي ده الناحيه الثانيه بالبوزيتيف فتطلع واي سكوير اوفر 16 بلس اكس سكوير اوفر 9 ايكوالز 1. طبعا انا سامع ناس فيكم، عماله تقول يا دكتور حسين ما كانتش مستاهله الكلام ده، ده عادي جدا. انا كنت سهله قوي يا دكتور، اجيب الساين لوحدها في طرف والكوزاين لوحدها في طرف واربع المعادلتين واجمعهم واستغل ان الساين سكوير بلس الكوزاين سكوير ب 1، صح؟ كلام منطقي. هي القصه في ايه يا اولاد؟ القصه في ايه؟ في الباث ايكويشن تحديدا. انت وشطارتك، انا وشطارتي في ايه يا دكتور؟ مش فاهم ازاي تحذف البارامتر تي وتحول لي المعادلتين اللي هم اكس وواي كفانكشن في التايم لمعادله واحده مباشره ما بين التو فاريبلز واي واكس بس. طب هتشتغلها بقى بالطريقه ازاي؟ انت وشطارتك، ما عنديش مشكله. المهم ان انت في الاخر تطلع ايكويشن ما بين واي واكس، هي دي اللي بتمثل الباث ايكويشن. طيب العنصر الثاني يا اولاد في وصف الحركه وهو البوزيشن اللي هو الار. طب ما احنا كلنا عارفين يا اولاد، لو اعتبرنا يا دكتور حضرتك شغال بالحاله الاسهل الى حد ما، لو انا عندي بارتكل بيتحرك في الاكس واي بلين، فادي ادي يا ريس البوزيشن فيكتور هيتحدد يا اولاد بالتو فاريبلز اكس وواي، حتى ماثيماتيكالي رياضيا بيكتب بالمعادله دي الار ايكوالز x in direction of i plus y in direction of j. بس كده يا دكتور؟ اه بس. طب العنصر الثالث يا شباب الا وهو الفيلوسيتي فيكتور اللي هي الفي اللي احنا كلنا عارفين انها الدي ار باي دي تي. يعني هتساوي ايه؟ شايفين المعادله بتاعت الار دي يا اولاد؟ اه يا دكتور شايفينها. حضرتك زي الشاطر اعمل لها ديريفاتيف وذ ريسبكت تو ذا تايم. طب حاضر، الفيرست كومبوننت اكس لما اعمل لها ديريفاتيف وذ ريسبكت تو تي هتبقى اكس دوت اي كاب في اتجاه اي كاب يعني. طب والثانيه هتبقى دي واي باي دي تي، بسميها اولاد واي دوت ان دايركشن اوف اي اوف جي. دكتور حسين هي الاكس دوت دي ليها مسمى؟ اه اسمها الهوريزونتال كومبوننت اوف فيلوسيتي، وعلى فكره بنسميها ايضا في اكس نفس الاسم. والواي دوت اسمها ايه يا دكتور؟ اسمها الفيرتيكال كومبوننت اوف فيلوسيتي، وبيبقى اسمها برضو في واي. فاكس دوت او في اكس زي بعض، واي دوت او في واي زي بعض، مفيش فرق يعني. طيب دكتور ايه اهم ما يميز الفيلوسيتي؟ الفيلوسيتي يا اولاد اهم ما يميزها انها always directed، ايوه directed along the tangent، دائما وابدا يا اولاد سرعه الجسم اثناء الحركه بتبقى في اتجاه المماس للمنحنى اللي هو بيتحرك عليه. يعني لو انا جبت لك جسم بيتحرك كده، جيت في اللحظه دي فين يا ابني اتجاه الفيلوسيتي؟ اهو يا دكتور هيبقى tangent to the curve هنا، هيبقى tangent to the curve هنا، tangent to the curve. اهم ما يميز الفيلوسيتي انها بتبقى tangent to the curve. طب اخر عنصر عندنا يا اولاد في وصف الحركه البارامتر الاخير وهو الاكسلريشن.
اللي هي الاي ال اي اللي بتساوي الديريفاتيف اوف ذا فيلوسيتي فيكتور وذ ريسبكت تو ذا تايم. يعني هتطلع في الاخر يا اولاد اكس دبل دوت اي بلس واي دبل دوت جي. واللي قلته يا شباب على الفيلوسيتي بعيده على الاكسلريشن، يعني ايه دي برضو يمكن ان نطلق عليها اي اكس ودي يمكن ان نطلق عليها اي واي. بس كده دكتور. اه هي الفيرست ميثود يا اولاد طريقه والله جميله جدا، يعني طريقه سهله ما فيهاش حاجه يعني. طيب تعالوا ناخد اكزامبل نشوف ازاي المسائل بتاعت الفيرست ميثود دي بتتحل. تعالوا ناخد اكزامبل 12.9. بيقول لي a particle يا اولاد is moving on in the xy plane on a curve given by equation y equals x squared over 10 such that the distance x is given by the formula x equals at. x equals at ومدي لك الباث ايكويشن. هو المره دي يا اولاد ما سالكش عليها، لا بالعكس ده مديها لك، مدي لك الباث ايكويشن y equals x squared over 10. طب يا عم كتر خيرك، عايز ايه بقى؟ بيقول لك find the following، عايز البوزيشن والفيلوسيتي والاكسلريشن when the time t equals 2 seconds. طيب دكتور ببساطه شديده باللي حضرتك شرحته من شويه، انت عايز الثلاثه، عايز البوزيشن اه، يبقى عايز اكس واي، عايز قيمه اكس واي لما تي ب 2، وعايز كمان الفيلوسيتي اه، يبقى عايز اكس دوت واي دوت، وعايز الاكسلريشن كمان يا دكتور اه، يبقى عايزك تحسب اكس دبل دوت واي دبل دوت. يعني من الاخر يا شباب، من الاخر المساله دي عشان تتحل لازم تحسب لي 6 values at the time t equals 2. طيب ماشي حاضر. وهنا يا دكتور عندي الاكس ب at، اقدر اعمل لها derivative واقول لك يا عم الاكس دوت هتطلع ب 8، واعمل لها another derivative واطلع الاكس دبل دوت ب 0. طيب بالنسبه للواي براحتك اهو، الواي كانت equals x squared over 10، عوض عن الاكس بدلالة t. طبعا لما تبقى squared هتبقى 60-40 squared على 10، يعني تطلع بالظبط يا ولاد 6.40 squared. طيب معلش، زي ما عملت 2 derivatives للاكس اعمل برضو 2 derivatives للواي، يبقى الواي دوت نزل الاتنين دي هنا يبقى 12.8 t، ويبقى الواي دبل دوت كمان شيل t هتبقى 12.8. طيب بعد كده تعمل ايه دكتور؟ هو انت عايز تحل المساله امتى؟ قال لك يا ابني عند تايم ب 2 بس، روح احسب لي السته دول كلهم عوض عن التايم ب 2 اهو. and at t equals 2 seconds. يلا يا اولاد الاكس هتبقى ب 16 متر، الاكس دوت هي ب 8 بس متر بير سكند. الاكس دبل دوت يا دكتور هتفضل هي 0 متر بير سكند سكوير. طب بنفس المنطق عوضوا يا اولاد في الواي، لما هتعوضوا عن التي ب 2 هتطلع تقريبا 25.6، والواي دوت بالصدفه برضو لما تحطوا هنا في الواي دوت يا شباب التي ب 2 هتطلع برضو 25.6 متر بير سكند، بينما الواي دبل دوت هتفضل زي ما هي 12.8 متر بير سكند سكوير. طب انت كنت عايز ايه بقى يا دكتور؟ عايز البوزيشن؟ حاضر. يلا يا ولاد هبدا اجاوب بقى بناء على الارقام اللي معايا. ذن الار عند تايم 2، الار عند تايم 2 بالارقام اللي معايا هتطلع يا دكتور 16 في الاي بلس الواي اللي هي 25.6 في الجي. طيب هقول لكم هنا سؤال يا اولاد، اللي يعرف يجاوب ويجاوب، هو سؤال سهل. لو انا جبت لك سؤال زي كده في الامتحان مثلا وقلت لك ايه what is the direct distance between the particle and the origin at time t equals 2 seconds، هنجيب ابسولوت للفيكتور ار. برافو عليك، هتجيب الماجنيتيود اوف ذا فيكتور ار، صح كده، المسافه المباشره ما بين
البتاع دوت الاوريجين والبارتكل هتبقى الابسوليوت فاليو او الماجنيتيود اوف ذا ديستانس ار. طيب بالنسبه للفيلوسيتي يا اولاد في 2 هتبقى اكس دوت واي دوت، فتطلع 8 في الاي بلس 25.6 جي. وبالمناسبه لو عايزها يا دكتور الفي ديت كماجنيتيود اهي من غير الفيكتور هتبقى سكوير روت لل8 سكوير بلس ال 25.6 سكوير. ده لو عايزها، لو قال لك فايند الفيلوسيتي كماجنيتيود وكدايركشن. طب معلش يا دكتور هو حضرتك هتطلبها ازاي؟ هيبقى باين في الاختيارات. يعني انا ممكن لو اديت لك الاختيارات اي وجي خلاص يبقى هو الدكتور عايزها كفيكتور، لو اديت لك في الاختيارات قيم او فاليوز يبقى اكيد الدكتور عايزها كماجنيتيود. فانت بتشتغل على حسب الاختيارات اللي في الامتحان. فبنفس المنطق يا شباب الاصح بالمره هنا لو عايز كمان الدايركشن اوف ذا فيلوسيتي، حاضر يا دكتور السيتا اوف ذا فيلوسيتي هتبقى تان ماينس 1 الواي كومبوننت على الاكس كومبوننت يبقى 25.6 على 8. اعمل شيفت تال للرقم ده هتطلع السيتا اوف ذا فيلوسيتي. طب كمل يا دكتور هنا الاكسلريشن a2 هتبقى اكس دبل دوت واي دبل دوت يبقى 0 في الاي بلس 12.8 جي. طب يا دكتور لو انا عايزها كماجنيتيود، طبعا نتيجه ان واحده فيهم بصفر يبقى اكيد يا دكتور الماجنيتيود بيساوي الثانيه. طب مين شاطر يقول لي يا اولاد الثيتا هتبقى كام؟ الثيتا بتاعت الاكسلريشن ريلاتيف تو ذا اكس اكسس 90 جدع. طب ليه يا ابني ليه مش 270؟ ما هي كومبوننت واحد في الواي اكسس. طب ما انا عارف انها في الواي. طب ليه؟ طب ما الواي اكسس الواي بوزيتيف. ما بوزيتيف الواي بوزيتيف. برافو عليك. يعني لو طلعت في نفس المساله دي يا اولاد دي نفس النتائج بس الواي بالنيجاتيف ساعتها السيتا بتاعت الاكسلريشن تبقى 270 مش 90. طب لو طلعت في مساله تانية يا ابني الاكس هي اللي موجوده والواي مش موجوده، والله يا دكتور بقى الثيتا هتبقى على حسب اشارتها. يعني هي لو في الاكس موجبه يبقى الثيتا بزيرو، لو في الاكس بس يا دكتور وسالبه نيجاتيف خلاص يبقى الثيتا ب 180 على حسب يعني. طيب مين بقى شاطر يا اولاد؟ السؤال اللي جاي دوت للناس الشطار بس، وانتم ما شاء الله عليكم كلكم شطار. لو قلت لك فايند اولسو ان ذيس بروبلم ذا تانجنت يونت فيكتور، نعم عايز اليونت فيكتور، اليونت فيكتور along the direction of the tangent. فكروا فيها ديت. مين شاطر يقول يا اولاد؟ هي السرعه دي الار على الار كومبوننت تقريبا. لا فيكتور في على الابسولوت فيكتور في. هي الـ A tangent يا دكتور اللي هي الـ A في الـ T cap. انتوا دلوقتي عايز ايه؟ انا عايز يا دكتور اليونت فيكتور along the direction of the tangent. ايه الحاجه الوحيده الفيكتور الوحيد وانا بشرح اللي قلت ان هو في اتجاه التانجنت اللي هو الفيلوستي؟ خلاص يبقى انا عشان اجيب التي كاب يا دكتور هقسم الفي فيكتور على الماجنيتيود بتاعه بس خلاص. يبقى هو هيطلع 8i plus 25.6 جي على الماجنيتيود بتاعه بس، ده اللي هو ده سكويرد بلس ده سكويرد بس كده وانت سايب ايديك. طب يا دكتور سؤال برضو اللي جاي ده حلو قوي. لو قلت لك find also in this problem find also in this problem the value of the acceleration component along the tangent، عايز حاجه اسمها يا ولاد الاي تي، عايز الاكسلريشن اجيب اضرب الاكسلريشن اضرب في التانجنت الاي الاي اللي هو الاي كفيكتور وفي التي كاب. الله يفتح عليك يا ابني صح. هنا يا دكتور ارجع للاستاتكس يا اولاد الكلام اللي كنا بنقوله زمان في الاستاتكس اللي هو ايه او حتى في الماثيماتكس عموما. دكتور انت عايز دلوقتي تجيب الاكسلريشن في اتجاه جديد اللي هو التي كاب، حلو قوي. يبقى كما لو كان انت بتجيب الكومبوننت بتاعتها في اتجاه التي كاب، يبقى يقول لك اضرب الاكسلريشن كلها كفيكتور دوت برودكت في اليونت فيكتور اللي انت رايح له. يعني بالظبط الاكسلريشن في اتجاه التانجنت تبقى ايه دوت ضرب قياسي التي كاب، يعني هتبقى ايه دوت الفي فيكتور على الفي ماجنيتيود. خلاص حول بقى المعادله دي الارقام
خلاص تؤمر يا دكتور اهو الاكسلريشن اوريدي طلع 0 و12.8 دوت الفي فيكتور والكلام ده اهو لسه كانت معايا 8 و25.6 على الروت. طيب خلاص تمام يا دكتور انا هكتبها اهو. طبعا كلكم عارفين ان في الدوت برودكت بعمل ايه، بضرب اكس في اكس بلس واي في واي، فهاخد واحد على الروت بره خالص اللي هو 8 سكوير بلس 25.6 سكوير، افتح قوس بقى اكس في اكس تطلع 0 طبعا 0 في 8 0 بلس 12.8 في 25.6 بس كده. الرقم اللي هيطلع هنا يا اولاد هو ده الاي تي، هو دوت الاي تانجنت. في طبعا ناس شطار ممكن يجيبوها من غير دوت برودكت بصراحه، وما شاء الله يعني ناس فراوده يعني، هيعمل ايه؟ كوزاين، استخدم كوزاين. برافو عليك. او ازاي يا دكتور حضرتك من شويه قلت ان الفيلوسيتي اللي هي في اتجاه التانجنت عامله انجل اسمها ثيتا في، والمفروض ان انت حسبتها صح يا دكتور؟ اه. وانت اوريدي معاك الاكسلريشن كانت طالعه بس في اتجاه الواي وقيمتها 12.8، فلو انت عايز تحلل دي تجيبها هنا في اتجاه الاي تانجنت اضربها في كوزين الانجل دي اللي هي تبقى كام بقى 90 ماينس ثيتا في. فانت لو معاك قيمه ثيتا في يا اولاد قيمه ثيتا في يعني خليها 90 ناقص القيمه دي بس، يبقى كنت ممكن تقول ان الاي تانجنت هتساوي 12.8 في كوزين 90 ماينس ثيتا في. طبعا في ناس شاطره قوي هتقول لي يا دكتور خلاص ما تضربها في ساين وخلاص. صح، هي يعني هي انا يعني مش فارقه كتير. يبقى هنا يا اولاد كنت ممكن اطلع الاي تانجنت بطريقه غير طريقه الدوت برودكت. اي سؤال؟ طيب ناخد اكزامبل تاني. طيب بيقول لي يا اولاد ان في طياره بتتحرك على كيرف مدوني بالمعادله 0.001 اكس سكوير. حاضر، طياره طايره على كيرف given by the equation y equals 0.001 اكس سكوير and given that the vertical component of velocity during the motion اللي هي ال vy equals constant and equals 10 متر بير سكند، ثابته طول الوقت يا اولاد الفيرتيكال فيلوسيتي وبتساوي 10. فايند الفيلوسيتي اند الاكسلريشن وين ذا التيتيود اللي هو الارتفاع يعني اوف ذا بلين از 100 متر. عايز احسب يا اولاد السرعه والعجله الفيلوسيتي والاكسلريشن للطياره دي لما تبقى على ارتفاع من الارض 100 متر. طيب حلو، انا لو والله بتكلم جد يا اولاد مش برص حل ولا حاجه، لا دكتور المساله دي بالفيرست ميثود بتاعه النهارده صح؟ اه. حضرتك مش طالب بوزيشن احسن، كتر خيرك انت طالب فيلوسيتي واكسلريشن يا دكتور. اه. يبقى حضرتك ببساطه شديده مطالب ان انت تحسب اربع حاجات اللي هم ايه يا دكتور؟ The two components of the velocity x dot y dot والtwo components of the acceleration اللي هم ال x double dot وال y double dot. حسبت الأربعة دول يا باشا المسألة اتحلت. طب تخيل بقى إن الأربعة اللي أنا بحكي لك عليهم دول already أنت معاك منهم اتنين. إزاي؟ مش أنت يا دكتور بتقول إن ال vy اللي هي المفروض ال y dot equals constant وبتساوي 10؟ آه. واحنا عارفين من الماثيماتكس ان اي حاجه كونستانت الديريفاتيف بتاعها بزيرو، يبقى الواي دبل دوت هتبقى ايكوال زيرو. صح والله يا دكتور عداك العيب، كلامك مظبوط جدا جدا جدا. طب تمام، يبقى انا معايا الواي دوت والواي دبل دوت وعايز فيلوسيتي واكسلريشن، يبقى فاضل لي اتنين اللي هم مين؟ الاكس دوت والاكس دبل دوت. طيب مش هو مدي لك معادله المسار الباث ايكويشن؟ اه. اقول له سينس الراجل مديني فعلا الواي ب 0.001 اكس سكوير، ودي يا اولاد هنسميها الايكويشن نمبر 1. ايه رايك؟ مش انت عايز يا ابني الاكس دوت؟ اه يا دكتور. اعمل ديريفاتيف للايكويشن دي بعد اذنك بس بالنسبه للتايم، الديريفاتيف مش بالنسبه للاكس كله، ركز. ها
طيب يا دكتور لو عملت ديريفاتيف بالنسبه للتايم للتايم للمعادله كلها الواي تبقى واي دوت. اوعى حد يقول واي داش ازعل منه، انا مش بعمل ديريفاتيف وذ ريسبكت تو اكس، لا انا باكد تاني عليك انا بعمل الديريفاتيفز هنا في الداينامكس وذ ريسبكت وذ ريسبكت تو تي، فتبقى واي دوت ايكوالز الناحيه الثانيه نزل الاثنين اللي في الباور دي فتبقى 0.002 في اكس في اكس دوت، ودي تبقى المعادله 2. طب يا دكتور ما انا لسه عايز الاكس دبل دوت كمان. صح يا ابني برافو عليك، اعمل ديريفاتيف تاني. يلا يا اولاد اهو، يبقى الواي دبل دوت بالمره هتساوي ايه بقى؟ خد الرقم ده كومن فاكتور جوه بقى اكس في اكس دوت، لما يبقى عندك حاجتين في بعض وبتعمل لهم ديريفاتيف بتقولوا ايه يا اولاد؟ ديريفاتيف الاول في الثاني زائد ديريفاتيف الثاني في الاول، بس يبقى اكس دوت سكويرد بلس اكس في اكس دبل دوت، ادي المعادله الثالثه. طيب تمام، حضرتك عايز ايه بقى يا دكتور بالظبط؟ تاني يا ابني اقولها لك، انا عايز الاكس دوت والاكس دبل دوت. امتى يا دكتور؟ لما الواي ب 100. طب بص يا اولاد انا هقول لكم اللي انا هعمله وبعدين احل، يعني هقول قبل ما احل انا المفروض معايا الواي ب 100 او انا عايز احسب عند واي ب 100، فهروح في المعادله واحد يا اولاد، هروح في المعادله واحد اعوض عن الواي بكام؟ ب 100، هطلع مين؟ الاكس. الاكس اخد يا اولاد الاكس دي وانزل في المعادله 2. يلا قولوا معايا كده يا اولاد، هيبقى الواي دوت بكام؟ حضرتك مدهاني ب 10 وانت هتكون طلعت الاكس، خلاص هتكون حسبتها، هتطلع مين؟ الاكس دوت. خلاص خد بقى القيم دي كلها وانزل في المعادله 3. حضرتك يا دكتور استنتجت ان الواي دبل دوت بزيرو فعلا، والاكس دوت اوريدي كالكيوليتد، والاكس كمان اوريدي كالكيوليتد، هيبقى بس الانون الوحيد يا اولاد هو الاكس دبل دوت هتقدر تحسبه. يعني عايز تقول ايه بقى؟ اهو هقول له باي يوزنج الايكويشنز 1 2 اند 3 لما الواي تكون ب 100 هتوصلوا يا اولاد للنتائج دي، الاكس هتطلع 316.2، الاكس دوت هتطلع 15.8 متر بير سكند. اللي عايز يا اولاد يراجع ورايا الارقام دي انا موافق ها، والاكس دبل دوت هتطلع نيجاتيف 0.8، نيجاتيف 0.8 متر بير سكند سكوير. طيب تمام يا دكتور مساله جميله جدا، خلاص حضرتك كنت عايز ايه؟ فيلوستي واكسلريشن بالارقام ديت. هكتب يا اولاد وانتوا قولوا لي لو في حاجه غلط، ذن الفيلوستي اللي الدكتور عايزها هتبقى اكس دوت واي دوت، فتبقى 15.8 في الاي بلس ال10 اللي هي الفي واي اللي هي كانت جيفن من الاول يا اولاد، هيبقى 10 في الجي. بس لو عايزها يا دكتور كماجنيتيود خلاص ما شاء الله عليك وخلاص فهمت، هتبقى روت ده سكويرد بلس ده سكويرد. طيب الاكسلريشن بعد النتائج اللي انا جبتها هتبقى اكس دبل دوت في الاي وواي دبل دوت في الجي، يبقى نيجاتيف 0.8 في الاي بلس 0 في الجي، لان الواي دبل دوت طبعا انتوا فاكرين ان احنا كنا قلنا انها 0 نتيجه ان الواي دوت او الفي واي كانت كونستنت بس. ولو عايز الماجنيتيود بتاعها برضه هيبقى سكوير روت لده سكويرد بلس ده سكوير. هي بس القصه يا ولاد هو الدرس سهل فعلا، بس هي القصه انت ازاي تقرا الريكوايرد وتعرف ازاي توصل بس. طيب بيقول لي يا اولاد a particle is moving in the xy plane with a velocity v given by the formula 3i plus plus 6 minus 2tg starting from rest. Starting from rest يعني اسف I'm sorry starting from the origin
يعني الار يا اولاد عند تايم 0 هتبقى 0، الار عند تايم 0 تبقى 0. فايند the path equation، عايز معادلة المسار يا أولاد في المسألة دي. نعم عايز إيه يا دكتور؟ الباث إيكويشن. مش الباث إيكويشن دي اللي حضرتك قلتها في الأول، إن أنا بجيب الإكس كفانكشن في التايم والواي كفانكشن في التايم وبعدين أحاول أحذف منهم البارامتر تي. طيب حضرتك المرة دي مديني الفيلوسيتي، فالمفروض دي بتمثل إكس دوت مش إكس، ودي كده هتمثل الواي دوت. يبقى أنا هنا معلش يا أولاد أنا مطالب إن أنا أعمل إنتجريشن. صح، يبقى هقول كده لو الدكتور عايز يجيب الباث ايكويشن لازم يعمل انتجريشن للاكس دوت يجيب منها الاكس. فلو فرضنا ان الاكس دوت جيفن ب 3 يبقى هقول له كده باي الانتجريشن الاكس دوت يا اولاد لما هتتكامل هتبقى اكس هتساوي التلاتة، يبقى 3 تي بلس كونستنت مثلا اسمه سي 1. طبعا هنا الراجل مسهل لك المساله ان قال لك ان هو ايه ستارتس فروم ذا اوريجين، يعني هو بيقول لك بشكل واضح وصريح ان عند تايم 0 الاكس والواي بزيروس. خلاص طالما ان عند تايم 0 الاكس بزيرو يبقى الكونستانت هو كمان بزيرو، يعني من الاخر الاكس هتطلع ايكوالز 3 تي. خلاص خلي المعادله دي معاك وسميها الايكويشن نمبر 1. طب بنفس المنطق يا دكتور الواي دوت اللي هي السكند كومبوننت اوف ذا فيلوسيتي حضرتك مديها لنا 6 ماينس 2 تي، برضو قول باي integration هيبقى الواي دوت بالتكامل هتبقى واي equals 6 تبقى 6 تي minus 2 زود على الباور 1 واقسم على الباور الجديد plus constant c2 اللي قلته في الكونستانت بتاع الاكس عيده هو في الكونستانت بتاع الواي برضو هيطلع بزيرو. يعني من الاخر يا دكتور الواي هتطلع بكام؟ الواي هتطلع هنا ب 6 تي ماينس تي سكوير. سمي المعادلة دي 2 ودي كانت المعادلة 1 اهي. انت عايز ايه بقى الباث ايكويشن؟ حاول من المعادلتين 1 و 2 تفصل او تحذف المتغير تي. اقول له من الايكويشن 1 اقدر ببساطة شديدة اقول له ان تي هتبقى ايكوالز اكس اوفر 3، ولما اعوض بالكلام ده بالمعادله 2 اقدر اقول ان هيطلع الواي ايكوالز 6 تي 6 تي يبقى 6 في اكس اوفر 3 ماينس تي سكويرد اللي هي اكس اوفر 3 الكل سكويرد. بس عايز تعمل لها سمبليفاي يعني تبسطها ماشي، يبقى الواي هتطلع 2 اكس minus x squared over 9. ادي يا باشا الباث ايكويشن. طب ايه رايكم يا اولاد؟ ماذا لو اشتركوا معايا وقولوا لي رايكم ايه اللي يتغير يا اولاد في المساله ديت لو انا اديت لك هنا الار نوت مثلا مش بزيرو، مش اديتها لك مثلا 3 اي زائد 4 جي، او يعني قلت لك ان ايه اللي هيفرق هنا في الاجابه يا اولاد؟ يبقى في كونستنت زيرو. الله يفتح عليك. طب ايه اللي يتغير يا اولاد في المساله ديت لو انا ما اديتلكش جيفن الفيلوسيتي؟ لا 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 ده بل بالعكس انا هدي لك جيفن الاكسلريشن بتساوي كذا في الاي وكذا في الجي. اكمل مره انتجريشن. لا استنى اصبر عليا انت. هو بالمناسبه اللي انتوا بتقولوه صح بس ناقصه حاجه. ايه هي؟ انيشال. الله يفتح عليك. ساعتها يا دكتور هتديني تو انيشال كونديشنز. حضرتك هتديني انيشال كونديشن للفيلوسيتي يعني قيمه الاكس دوت والواي دوت في البدايه، وتديني كمان initial condition للposition يعني هتديني كمان x و y. يعني انت زي سبب زيرو الايه لو مش given نحسبها على طول بزيرو. لا ما هو انا ساعتها لا عارفه لو مش given يبقى انا كراجل بحط السؤال ابقى غلطان. طب انا لازم اقول ان هو مثلا starts from rest at the origin. خلاص يبقى هنا كل حاجه صفر بس لازم اقول. معلش يا دكتور قول عشان اخر حاجه ما فهمتهاش. معلش هو حضرتك يعني اتنين كنت حضرتك الدنيا بدل الار نوت في نوت صح كده عشان اللي هو ايه يعني انت هنا هيبقى معاك برافو عليك. ما انت لما انا هدي لك الاكسلريشن هيبقى معاك اكس دبل دوت. تخيل السيناريو هيبقى معاك اكس دبل دوت واي دبل دوت
طب امسك الاكس دبل دوت كده يا حبيبي واعمل لها فيرست انتجريشن، هتطلع مين؟ الاكس دوت، فهيطلع كونستانت. فانت لازم تكون عارف قيمه الاكس دوت في عند تايم 0 كانت بكام. تمام جدا يا دكتور، شكرا. طب والواي دبل دوت لما هتعمل لها انتجريشن هتطلع الواي دوت زائد كونستانت، فبرضه لازم تكون عارف قيمه الواي دوت في البدايه عند تايم 0 كام. فهنا الانيشال كونديشنز هتزيد. لو انت يا دكتور عايز في المساله دي تديني الاكسلريشن هي اللي جيفن على راسي، اوكي يا دكتور اعمل كده، بس لازم تديني الانيشال كونديشنز بتاعت الاثنين، بتاعت الفيلوسيتي وبتاعت البوزيشن. طيب ايه رايك يا اولاد في المساله دي بالمره بقى؟ لو طلبت منك فايند اولسو ذا ديسبيسمنت فيكتور، ذا ديسبيسمنت فيكتور ديورينج ذا انترفال، فايند الدلتا ار، الدلتا ار ديورينج ذا انترفال فروم تايم 1 تو تايم 3، مين شاطر يقول يا اولاد اطلعها ازاي الديسبيسمنت فيكتور هنا؟ ها الدلتا ار يا اولاد دايما بتبقى الار الفاينل، الار الفاينل ماينس الار الانيشال، الدلتا ار الاكس. تمام انا معايا الاكس والواي اهم، والله العيد قعد لكم كتابتهم اهم 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 اهو، اخليهم لك على جنب. انت طلعت يا ابني الاكس ايكوال 3 تي والواي كانت 6 تي ماينس ماينس ايه ماينس تي سكويرد اهي الواي، استنى اما اتاكد مش كده، اه زي الفل. تمام من الارقام دي، من الارقام دي بقى يلا روح احسب لي حاجتين، عايزك تحسب لي الار 3 بكام والار 1 بكام، يعني عوض هنا مره عن التايم ب 3 ومره عن التايم ب 1. طيب خلاص دكتور في الاكس والواي لما احط التايم ب 3 هتطلع الار 3 ب 9 في الاي بلس 9 في الجي، كده ده ازاي؟ ابدا 3 في 3 ب 9 ده في الاي، طب وتحت في الواي 6 في 3 18 ناقص 3 سكويرد يعني 9 فتطلع 9. طب والار 1 يا اولاد حط التايم ب 1 يا دكتور هنا وهنا فتطلع 3 في الاي و 6 تايمز 1 ماينس 1 هتطلع 5 في الجي. طب تمام يا دكتور، هات بقى الديفرنس ما بينهم، يبقى الدلتا ار من 1 ل 3، الدلتا ار من 1 ل 3 هتطلع الفرق يا اولاد هتطلع ده ناقص ده 6 اي وده ناقص دوت هيطلع 4 جي. طيب ماذا لو طلبت منك الافريج فيلوسيتي هنا؟ عايز الافريج ايه يا دكتور؟ عايز الافريج فيلوسيتي اوف ذا بارتكل ديورينج ذا سيم انترفال اللي هي from 1 to 3. اخد الدلتا ار واقسمها على التايم. برافو عليك، الافريج فيلوسيتي، الافريج فيلوسيتي اهي هتساوي الدلتا ار من 1 ل 3 على الدلتا تي من 1 ل 3 فتبقى 6 اي بلس 4 جي، كل ده مقسوم على الدلتا تي، عندك فرق التايم من 1 ل 3 اللي هو 2. طب يا دكتور والاجابه لازم تطلع لك فيكتور، خدوا بالكم في الستريت لاين يا شباب، في مسائل الستريت لاين الافرج فيلوسيتي برضو بتبقى ديسبيسمنت على تايم على فكره بجد والله يا دكتور. اه والله بتبقى تمام بس بتطلع سكيلر بتطلع رقم. طيب مين شاطر يقول لي هنا وات ذا افرج، ذا افرج اكسلريشن ديورنج ذا سيم انترفال؟ والله اللي يقولها يبقى برافو عليه يبقى شاطر. الدلتا في على الدلتا تي، هايل يا ابني ما شاء الله، الدلتا في، الدلتا في على الدلتا تي انت عايزها يا دكتور حسين ما بين 1 و 3 اه خلاص، يبقى الفي 3 ماينس الفي 1 على الدلتا تي اللي هي 2. طب تعالى انا طبعا انا في الامتحان تخيل، طبعا انا قدامي المفروض ورقه الاسئله بس انا بس عشان ما اطلعش فوق يا اولاد، والله الفي اهي الدكتور كتر خيره كان مدينا الفي ب 3i plus 6 minus 2tj من دي يا اولاد ال v3 تطلع بكام؟ تطلع 3i زي ما هي و 6 minus 2 times 3 تطلع 0. طب وال v1 تطلع 3i و 6 minus 2 4 4j، خد بقى الرقمين دول وعوض بيهم هنا يبقى ال average acceleration اللي الدكتور عايزها هتساوي ال V3 minus ال V1 هتطلع 0 في ال I و minus 4 في ال G، كل ده على الدلتا T اللي ما بين 1 و 3 اللي هي 2.
يعني تطلع في الاخر نيجاتيف 2 نيجاتيف 2 في الجي. طيب اللي هيقول بقى السؤال اللي جاي ده يبقى معلم بجد معلم. What is the average speed, what is the average speed during the same interval from 1 to 3؟ الاس توتال على دلتا تي. الاس توتال على دلتا تي. طب اجيب الاس توتال ازاي بقى هنا؟ هناك لازم الاول شوف هو واقف هعمل الكويشن للاكس لوحدها والواي لوحدها. بص يا جماعه لما تلاقي حد من زمايلك بيتكلم استناه، يلا اللي يبدا الكلام يقول قول. اعمل ايكويشن للاكس وبعد كده اجيب معادله الفي وبعد كده اجيب زمن التوقف وبعد كده ارسم المسار وبعد كده اجيب الاس توتال منها. كل سنه وانت طيب. ده كان زمان، ده في الستريت لاين صح؟ صح في الستريت لاين، لكن انا دلوقتي الحركه على كيرف. اجيب ازاي الديستانس ترافلد اون ذا كيرف؟ لحظه يا دكتور معلش لوط ولا هم ماجنتيود الار. لا ماجنتيود على طول. لا هقول لكم يا اولاد انتجريشن الفي دي تي الله يفتح عليك. بس انهي في بقى هتعمل؟ هتقول اهو يا اولاد الاس توتال يا دكتور بتساوي انتجريشن الفي دي تي. بس انهي في؟ انهي في الاس توتال دي سكيلر، الفي اللي جوه دي يا اولاد اللي هي الماجنتيود اوف ذا فيلوسيتي. يعني بالظبط هيبقى المعادله كده بالظبط اهي. شايفين اللي هو ده الفيلوسيتي كانت 3 في الاي بلس 6 ماينس 2 تي في الجي. تخيلوا روح هات الماجنتيود بتاعها ده كده. انا اسف ايه الجي اللي انا كتبتها دي؟ ام سوري يا اولاد معلش. نعم يا دكتور. اه والله ما هو انت معاك الفي كفيكتور، هات الفي كماجنتيود اهو هيبقى سكوير روت للفيرست كومبوننت سكويرد بلس السكند كومبوننت سكويرد. كل ده اعمل له انتجريشن وذ ريسبكت تو تي. طب وحدود التكامل حطها من 1 ل 3 الفتره اللي انت عايز تحسب فيها التوتال ديستانس بس خلاص. طبعا استنادا على ان الكالكوليترز دلوقتي يا اولاد بتحل الكلام ده سهل، خلاص هقدر احط التكامل ده دكتور على الكالكوليتر هطلع الاس توتال. خد الاس توتال اقسمها على الدلتا تي تمام هتقدر تطلع الافرج سبيد. يبقى هنا في الحركه على كيرف يا اولاد اقدر يا دكتور اطلع الديستانس اون ذا كيرف اه بان انت تعمل انتجريشن للماجنيتيود اوف ذا فيلوسيتي، انتجريشن للسبيد مش الفيلوسيتي، الماجنيتيود بتاعها اللي هو السبيد يعني بس. وحط الليميتس. طبعا في ناس فيكم هتقول لي يا دكتور حسين طب ما هنا مش محتاج بقى الفي بزيرو. ما انت يا ابني وانس ان انت حطيت حدود التكامل بتاعتك هي بقى هي عملت تشيك على نفسها بس. اي سؤال يا اولاد؟ هو ده قانون ثابت يا دكتور صح في الكيرف؟ اه طبعا يا حبيبي اي سؤال او اي استفسار يا اولاد؟ طيب يلا نهاركم زي الفل يا شباب. وبكره طبعا انتوا عرفتوا دراسه بكره كلها اونلاين مش كده؟ اعتقد بكره اعتقد. وبرضو انا هخلي برضو دكتور اسلام ولو في اي حاجه هخليهم يبلغوكم برضو ياكدوا عليكم. بس هي لا اعتقد خلاص لان بكره المفروض قالوا اجازه رسمي فالشغل بكره اعتقد هيبقى كله اونلاين. لا مفيش حد في الكليه. لا انا اقصد الاونلاين بعد كده بقى مستمر طول السمر ولا هو بكره بس؟ لا هو بكره بقى بكره. وهقول لكم على حاجه، هم مدوا دلوقتي اوبشن ربنا يحفظنا ويحفظكم بسبب موضوع الرجوع برضو الفيروس تاني. ادوا اوبشن ان اللي عايز يعني الكليه موجوده والقاعات موجوده وتمام. دي بقى هتبقى بينكم وبين الدكاتره يعني لو انتم مثلا حابين لو حد انتم حاب اتناقشوا مع الدكتور. والتشانلز بتاعت التيم الحمد لله بقت موجوده. فلو تم الاتفاق مش عندنا حتى في الداينامكس في اي ماده تانية يعني لو حصل اتفاق وتمام اوكي مفيش مشكله. لا في طلبه تقول لك لا اصل انا بفهم في ماشي ال ال الحاجه اللي هتريحكم انتوا نعملها ان شاء الله. اصل السمر قليل وكده دكتور فاللي هو مش هيبقى فيه ضغط على الحضرات يعني هيبقى النت كويس وكده عشان كده الاونلاين بيبقى احسن في السمر. بس برضو يتم احسن الاتفاق يعني. انا بكره هخلي برضو دكتور اسلام. هو الدكتور اسلام هو مين اللي يعني هيبقى معاكم وانا ممكن برضو ادخل لكم في اي سبت يعني هكمل برضو معاه اجزاء معينه تمام يعني احنا بنكمل بعض. فبرضو هنتفق على طريقه المحاضرات بس مبدئيا بكره هي اونلاين. طب وبعد كده المفروض انها في الكليه
لو هيحصل اتفاق ان احنا نكملها اونلاين، لا هنبلغكم وهنتفق، يعني مش هتبقى مفاجأة. يعني حتى الان يا دكتور حسين، حتى الان لا، انت بكرة بس بنسبة كبيرة اونلاين، لكن يوم الاثنين في الكلية. لو هيحصل غير كده هنبلغ. بكرة المحاضرة هتكون تكملة للكريفلين. المفروض ان انت خلاص بقى هتكمل على الجزء ده، يعني اسف هتكمل بعد يعني بكرة تبقى محاضرة بكرة بروجكتايلز. دكتور معلش ممكن سؤال؟ اتفضل. يعني اخد رايك في حاجه، طريقه مذاكره الماده بقى عشان ايه يعني الواحد بس ما الوقت ما يسرقوش. معلش والله يا حبيبي، بص احسن والله طريقه بجد، حل كل ما ربنا قدرك، يعني حل مسائل المحاضره، حل مسائل السكشن، حل كل المسائل اللي الدكاتره منزلينها لكم في التيبل اللي احنا بننزله في اول كل ترم. طب وبعد كده يا باشا هات امتحانات وحل الامتحانات. ما شاء الله احنا النهارده انتوا بقى عندكم ميزه عن الدفعات اللي قبل كده، احنا امتحاناتنا اللي هي الام سي كيو ديت، امتحاناتنا الام سي كيو دلوقتي داخله في 4 سنين من 2018. لا وايه كمان، انت الماده بنمتحنها كل ترم بس، فلما انت بتحل كتير انت نفسك بتلاقي نفسك عليت. فيعني يا دكتور قصدك تقول ان خطوه حل الامتحانات القديمه مهمه جدا والله، ضروريه وبتفيد والله يا ابني. ليه بقى ليه؟ وبرضو يا أولاد نصيحة مني ليك، وانت بتذاكر ما تبصش على الإجابة بتاعت السؤال، يعني ما تحلش مسألة محلولة، لأن انت دون أن تشعر دماغك ما اشتغلتش، انت ما فكرتش. لا حاول دايما نفسك تحط في وضع الامتحان، هات مسألة انت ما شفتهاش قبل كده وحاول انت تحلها بنفسك في الأول، حط نفسك كما لو كنت انت جوه اللجنة وابدأ فكر الأول، خلي دماغك تشتغل. أوكي، شوف هتوصل للحل ولا لأ، فاهم؟ لكن اللي انتوا يعني انا مش عايز اكاد اجزم يعني، بس المعظم بيعمل ايه؟ انتوا بتذاكروا مش ما بتذاكروش، بس انت ما بتشغلش دماغك، انت بتذاكر المحاضرات، بتذاكر السلايدز، انا بقول الغالبيه بتذاكر السلايدز بتاعت السكشن كويس قوي لكن هل انت يعني شغلت دماغك؟ مش عارف، اشك. بس طبعا مش عايز اقلب بقى في موضوع الامتحانات، لان طبعا وصلني ان كانت في ناس زعلانه والداينامكس، وانتوا يا دكتور لا انتوا دوستوا والله ابدا. يعني انا مش عايز طبعا اخش في الجدال دوت، لان مش عارف اقول يعني، ما في ناس كتيره جايبه ايه وايه بلس كمان، وفي ناس جايبه ايه ماينس وبي. طب يعني احنا دوسنا على شويه والشويه التانيين لا. تمام، هو اللي حصل بس انا اعتقد والله اعلم ان انتوا الاستاتكس كانت حلوه قوي بزياده فجبتوا تقديرات بزياده، فالداينامكس يعني ايه زعلتوا شويه ان الامتحان. انا سالت سؤال ومحدش رد عليا فيه، يا جماعه هل الامتحان كان فيه حاجه غريبه او موضوع احنا ما قلناش عليه؟ لا دكتور. طيب الله الرد برضو قول اللي عايز يقول يقول. لا بقول لحضرتك لا دكتور فعلا والله كل حاجه خدناها، بس الفكره كلها ان احنا يعني واجهنا صعوبه شويه في برضو يا ابني حته الوقت. معلش والله يا ابني اسف اني بقطعك، معلش حته الوقت يا اولاد، حته ناس اوقات تقول يا دكتور الوقت. والله يا أولاد في أسئلة قسما بالله بتتحل بمجرد النظر، أنا مش ذنبي إن أنت عمال تلف وتدور في السؤال، طب أعمل لك إيه؟ يعني لو في فرصة والله لو قابلتكم مرة تانية هبقى أجيب لكم أسئلة من الفاينل إكزام بتتحل في وقت قليل جدا. في طلبة يعني أقول لك طب الحل قدامك، طب أنت عمال تضيع وقت أو أنت فاهم؟ وبرضه في مشكلة تانية ملهاش علاقة بقى بالامتحان، ليها علاقة بالتكنيك بتاع الحل. ان طبعا طلبه بتاذي نفسها، يعني دي بتحصل للاسف يا اولاد، ودي بتبقى غصب عننا، لان دلوقتي مش احنا اللي بنصحح، الكنترول هو اللي بيصحح. يعني الناس اللي بتظلل يا اولاد مكان سؤالين التصديق بتاعه مش واضح، دي تفاصيل صغيره جدا جدا، حرام عليك نفسك يا ابني. يعني انت تتعب وفي الاخر تيجي مظلل لي اجابتين. انت فكر في ورقه الاسئله وفكر في ورقه الاجابه، ما تظللش الا في الاخر لما خلاص تكون اتاكدت من اجابتك. ايه ده دكتور انت بتتكلم بجد؟ يعني في طلبه هنعمل ايه؟ طيب ما هي الورقه بتخش البرنامج او المكنه. طب انا يعني انا لو انا هقدر افرزها ورقه واصححها يدوي اوكي، لكن فعلا في حاجات كلكم خلاص المفروض ده يعني بقى عندكم تمرس في الموضوع، ما تظللش الا في الاخر، ما تظللش الا في الاخر بس. يا دكتور يعتبر كانت اصعب حاجه موجوده في الامتحان فكره ان انا مثلا غلطت في اول سؤال فبلعت العشرة اللي ورا كلهم مبنيين على السؤال الاولاني، كل سؤال مبني على لا 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 حرام عليك،
حرام عليك. لا يا باشا بلاش الكلام ده والنبي كلام مرس. لا والله لا. أني سؤال وبعدين كان فين العشرة؟ السؤال اللي هو كان فيه وش بيضحك ده الايه؟ البروجكتايل اللي هو فيه وش بيضحك كده البروجكتايل يا دكتور. هو البروجكتايل. لا يا ابني الاسئله كلها كانت اندبندنت، يعني معظم الاسئله اندبندنت على فكره. لا ما بتبقاش يعني ما فيش حاجه معتمده على حاجه الا حاجات بسيطه جدا. عشان كده الريتم بيبقى احسن في الحالات دي اللي هو التصحيح، يعني لو غلطت في واحده فالخطوات صح، فعلى الاقل هاخد ثلث الدرجه. لا لا مش كل الاسئله بتبقى ديبندنت على بعض. لا لا خالص خالص خالص. دكتور ينفع اقول حاجه؟ قولي يا دكتور. انا حليت امتحانات كتير قبل ما ادخل الامتحان، كنت دايما مع حضرتك في المحاضرات ودايما بكتب، حتى حضرتك لما بتحل حاجات دلوقتي انا اوريدي كتباها. بس في الامتحان يا دكتور الاسئله مش مناسبه مع الوقت، يعني كان في اسئله انا كنت اول مره اشوفها، مع ان انا حل قبل كده كتير بانجلز، انجلز مش مختلفه، انجلز كتير، يعني اول سؤال ده كان انجلز كتير. فهو حضرتك فاهمني مثلا؟ فاهم يا بنتي بس يعني. طب ماشي اوكي. طب على فكره، على فكره اجابتي اللي انت بتقوليه ده معلش يتناقض مع اللي قلتيه في الاول. لو انت كنت حله كتير خلاص يبقى اكيد عدى عليك مسائل فيها انجلز كتير وخلاص اوكي. لو انت ما عداش عليك الانجلز يبقى انت ما حليتيش. ازاي بقى؟ والله يا دكتور حليت، بس انا مش عارفه فين المشكله، يعني انا مش عارفه اعمل ايه زياده. يا حبيبتي ما انا بجاوبك اهو. انت يا بنتي والله انت اللي بتجاوبي على نفسك. انت بتقولي ايه؟ انا حليت كتير. طيب من المسائل وقلتي كده نصا، انت اللي قلتي لسه وحليت مسائل امتحانات كتير. طيب في مسائل امتحانات كتيره بقى من اللي انت حليتيها كان بيبقى فيها لعبه الانجلز دي موجوده، ايه رايك بقى؟ ها والله يا دكتور كنت بحل والله كنت بحل بجد. خلاص ما طب يعني يبقى في ناس بقى بتتوتر بقى في الامتحان، في ناس ما يعني انا طبعا مش عايز، انتوا زي الفل وكل حاجه، بس والله دي حقيقه يا اولاد، واكيد انتوا عرفتوا النتائج. يعني ما شاء الله في ناس، احنا النتيجه طالعه كام تقريبا؟ 82% على الهيصه اللي انتوا عملتوها دي كلها. يعني وفي ناس ما شاء الله جابت A و A بلس و A ماينس و B و B بلس، يعني اقصد اقول لك طب هم دول يعني كانوا ايه؟ يعني ما كانوا عارفين يعني دول كانوا بس يا اولاد. فممكن يكون انا ربنا ما وفقنيش مثلا في يوم الامتحان، ما كنتش مركز، كنت متشتت او بتحصل. خلاص ممكن اقول حاجه يا دكتور لو سمحت؟ اتفضل يا حبيبي. وانا شايف يعني ان الامتحان ممكن ما يكونش صعب للدرجه اللي حضرتك بتقول، بس هو فعلا اصعب من السنين اللي فاتت بجزء كبير. يعني عم انت مالك ومال السنين اللي فاتت يا عم؟ خلاص انا النهارده سؤالي واضح، انا النهارده بقيم السنه دي. الامتحان هل في حاجه او مواضيع او توبكس ما اتقالتش في المحاضره؟ طب حته بقى الكلام الداخلي اللي انتوا عمالين تقولوه ده نسبي يا ابني، والله نسبي، اصل انجلز كتيره، اصل وقت، اصل مش وقت، يعني بس دي نسبيه، يعني ممكن نتفق او نختلف فيها، لكن مالكش دعوه السنه اللي فاتت كان سهله، اصل السنه اللي جايه ممكن يبقى صعب. تمام بس ده مقارنه بالسبع سنين اللي فاتوا. ايه قصدي؟ السبع امتحانات اللي فاتوا، يعني السبع امتحانات انا حليت سبع امتحانات فاتوا، ده كان اصعب واطول، يعني فاهم حضرتك؟ لا 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 حصل في امتحانات على فكره كانت زي ده واشد من ده كمان. يبقى انت واضح محل الصعب ده انت ما حلتوش. لا 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 طب والله كان في امتحانات اصعب من ده والله وبحلف بالله. المهم يا اولاد بصوا، هو عامه الكلام مش هيخلص في المواضيع ديت، يلا ربنا بس يوفقكم ان شاء الله. واعرفوا والله ان احنا يعني احنا مش بنتعمد يا اولاد، بالعكس يعني بالعكس والله احنا مش بنتعمد، رغم ان انا يعني بسمع حاجات وكده، لكن والله بالعكس والله يعني الدنيا بسيطه، هي مش خناقه يعني. دكتور هو ممكن حضرتك يبقى تحل معانا امتحان الفاينل بتاعنا ده؟ حاضر ان شاء الله، لو في مره كده هبقى احله لكم او خلي المعادين حتى احله لكم، عنايه الاثنين. حاضر يعني هتدخل ان شاء الله باذن الله، هنركز في المحاضره كده ونحل الاسئله بتاعتها، وبعد كده نمسك الاسئله بتاعت المعيدين نحلها كويس، وبعد كده نحاول نفكر في الاسئله اللي في المحطوطه في البروبلم ونحلها كويس بالتفكير ده، هيبقى كافي ان شاء الله الماده، ان شاء الله الواحد يخش يعني كويس يعني ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله يا حبيبي، وربنا معاك يا اولاد، يلا بالتوفيق. بشكر جدا حضرتك يا دكتور، معلش متاسف الازعاج يعني. لا يا حبيبي لا 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 ازاي، يلا ربنا معاك يا اولاد، اتفضل. شكرا يا دكتور جدا. العفو حبيبي، اتفضل.